ديما كي نعمل مسرحية ولا كي نكتب حاجة منحبش نعمل مسرحية باش نعمل مسرحية وكهو دونك نحب نحكي حاجة دونك ساعات نحس الحاجات اللي الحاجات اللي تقلقني ولا اللي قاعد عايش وانا كمواطن يتعدى للكاتب ولا المخرج اللي فيه باش يحاول نعبر عليهم ممكن اللي يختلف ما بين بوا بلوم وكيلك بيس اخرين ولا ما بين الفيرما ممكن الفيرما اكثر كانت عمل واضح اكثر معناها حتى في طريقه الكتابه كتابه مباشره خاطر ساعات فما حاجات ما يلزمكش تخبيهم دونك عمل نقولوا عمل سياسي ولو انه بوا بلوم زاد عمل اجتماعي لكن زاد ديما تناقش الاوضاع السياسيه بالاجتماعي دونك انا ديما نقول ما فماش حتى عمل مو سياسي راهو فهمت مي طريقه الكتابه خاطر ساعات وقت تناقش حالات اجتماعيه انت في وسط السياسه 100% زاد اول حاجه نبدا بها هي الكتابه بيان سور والمخرج اللي فيها بيان سور خاطر هذاك المشروع كامل كممثل نحب السينا مي ساعات ما نحسش روحي في عمل نبدا موجود معنا برشا اعمال كيما سيكاتريس كيما روتور ديفينيتيف كيما اللعبه كيما الدرس ما كنت كيما روميو جولييت ما كنتش موجود معنا فهمت في العمل هذيا كل ساعات نحس اللي فما رول النجم نحسه أنا ولا حتى كي نكتبه نحس نرى فيه روحي وساعات نخير أني نكون من برا أولا الكتيبة تختلف معناها هي نفس الخرافة مثلا بوا بلوم مثلا هو مونودرام معناها أنا وحدي في رسين مي السيناريو المكتوب توا فيه برشا دي ديكور فيه شخصيات كبيرة دونك كتابة أخرى كريمة هو ساعات نفس الخرافة الحكاية تحكيها في السينما تحكيها في المسرح تحكيها غومون دونك مي الكتابة متاعها تختلف مثلا ما بين المسرحية وما بين الفيلم وزن ريشة يفرقوا على بعضهم بيان سور السينما تمشي لبعيد أكثر فهمت فما كاسيب والا حتى الفكره نتاعك تنجم تمشي للبعيد اكثر تنجم تمس ناس اكثر هذه اللي يختلف على المسرح وحتى في الرؤيه في حد ذاتها فما حاجات تمشي لهم السينما ما يمشي لهمش المسرح والادابتاسيون من المسرح للسينما هو توجه مازلت ناوي نخدم عليه ومانيش الاولاني تاريخ السينما بيدو معناها أول أفلام في السينما جت من المسرح معناها مشاهد مسرحية تمثلت أنا على الأقل المسرح نحب نعمله نحب هكا فما درجات متاع قراءة معناها نحب إنه المسرح متاعي يتفهم من الناس الكل واللي عنده درجات متاع قراءة أخرى بيان سور فما دي دوغري كل واحد كيفاش يقرا السبيكتاكل وكيف حتى في السينما فكره انك تبقى في النخبوي وتمشي مع فئه كانوا فيها نوع من الاقصاء لا انا نعمل في فن نعمل في اوفر ارتستيك ماذا بيا يوصل اكثر ناس وماذا بيا حتى في الفهم يمشي للناس الكل صعيب ان الواحد يحكي على روحه ولا يقيم روحه مي ولا يظهر لي على الاقل ملي توجد الارتيست كبواد دو برود في 2003 ومن بعد خلطت الفضاء الارتيست في 2010 خلطت باش فما نوع تاع جمهور يتبع لي برودكسيون تاع الارتيست دونك فما ذوق معين فما حتى حكينا شويه على اليمور فما نوع من اليمور اللي انا نحب وانا في اليمور نوار ما نحبش اليمور اللي يبدا كانك تتعنف عليه معناها فهمت ليه داير دي سيتوياسيون يجي وحدهم معناها فهمت حتى الهربه مثلا السيتوياسيون ولا الوضعيات هي اللي خلقت اليمور الموجود في المسرحيه ولا في الفيلم ما حبيناش نكتبوه معناها الوضعيه الفكره هي وساعات تضحك وتسال روحك تقول علاش نضحك انا تو بالك شيء يلزمني نخمم مش نضحك دونك هذيك الشيء
اللي نحب ونحاول هكا تكون عندي الكتيبة اللي قاعد مواصل فيها توا. دونك نحبك وكما قلت من حتى الامور ولا الفكره ديما لازم فما حاجه نحب نقولها معناها مش هكاك وبر هذيك علاش. المسرح في العالم فهمت قاعد مش كان في تونس برك فهمت خاطر شوف مشينا العالم قاعد يتطور بشكل كبير ياسر. الديجيتال توا ولا ياسر موجود لكن ديما تبقى الحاجة الحية معناها فهمت ستانار هكا فيفون دونك فما شكل مباشر ما بين المتفرج دونك يبقى المسرح مسرح. مي خلينا نكون واضحين انه اكثر سكتور بعد الكوفيد ضر هو المسرح الخطر. السينما ديما قعدنا تخلقت حاجات اخرى بديله حتى ابار انه الجمهور يمشي للسال ديما فما لي بلاتفورم توا فما لي ليان فما حاجات كيما هكا. انت ساعات انا ساعات نهبط بوبليكاسيون على بيس دو تياتر تلقى لي كومونتير يقول لك فما ليان دونك هذه حاجه خطر كبير ولا يمس المسرح. اكيد الدوله لازم يكون عندها الواجب نتاعها حتى في العالم دونك يلزمها تدعم ويلزم الاستراتيجيه تبدلوا فهمت على خاطر توا حتى كان هكا نقراو شويه نحسوا انه حتى بعد الازمات وكل شيء لي زيسباس بريفي هما اللي قاعدوا موجودين هما اللي خلقوا البوبليك نتاعهم التياترو الارتيست والريو الحمراء دونك هما اللي قاعدين موجودين ديما لولانين. الور نتصور دور الدوله خاصه في الجهات وكل شيء باش سورتو في مثلا كيف تقدم عمل ولا مثلا انا العمل الاخراني فيه برشا سينوغرافي فيه برشا فرجه فيه برشا استيتيك معينه تخاف كي تمشي تقدم العمل في الجهات ما تبقاش كيفاش تقدمه فهمت ولا تقدمه للناس مش بنفس الشكل اللي تقدم فيه في تونس. هوني كان نحكيه على اشكال كبير انه انا ناكد لك فما ولايات معناها ما تنجمش تعرض فيهم عرض معناها على القليله في كل مركز ولايه ينجم يكون عندنا مسرح قابل انك تعرض فيه فهمت. هذا واجب الدوله بيان سور مش واجب الخواص خدموا الحقيقه قاعدين فما مبادرات في برشا جهات ابار تونس لكن الدوله يظهر يلزم تخدم على الشيء هذا يلزم الانفراستركتور هكا واجبها هي الحقيقه.